الرد دائما إيران أعلنت بأن الرد الذي حصل على قاعدة عين الأسد هو جزء من الرد وليس كل الرد، وإيران تطالب بخروج وبجلاء القوات الأمريكية من المنطقة. حصل هذا في أفغانستان واليوم يحصل في العراق، وإن شاء الله وبفضل المقاومة في المنطقة سيحصل في الأماكن الأخرى. لكن الضربة التي حصلت ضد قاعدة عين الأسد لا يمكن الاستهانة بها، على الرغم من كل المحاولات الأمريكية للتخفيف من حدة هذه الضربة التي كانت قاسية. أساسا نفس الضربة التي هي الضربة الوحيدة ضد قاعدة عسكرية أمريكية بعد الحرب العالمية هي أساسا في حد ذاتها تعتبر أمرا مهما، لأنها أفقدت الولايات المتحدة الأمريكية وسطوتها العسكرية وقواتها العسكرية، أفقدت هيبتها وأفقدتها مصداقيتها، لأنها لم تتمكن من التصدي لهذا الهجوم أو الرد عليه. ولكن أعود وأقول إن قوى المقاومة كما أعلنت دائما هي مستمرة في سياستها للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لأن تجلي قواتها من هذه المنطقة، لأنها لم تجلب إلى منطقتنا إلا الدمار والخراب والعمليات التي تتم كما قلت في بداية البرنامج يوميا أو في كل أسبوع، هي أبسط دليل على ذلك.